هنا لدينا كرة مرة أخرى لمصلحة ملقا، بعد ذلك الكرة ما زالت حاضرة ومحاولة غالي نيلسون، نيلسون وهنا لدينا محاولة خطيرة تبدو، تأخر فرانسيسكو بورتيو، الله على الكرة الماضية، منير الحمداوي ابن الريف حاول بالكرة الماضية، منير الحمداوي الحمداوي شوف من لمسة يمينية على طول في الشباك الخارجية لمرمى الميريا، لمرمى الميريا الآن يخرج الحمداوي، كن لم تستغل بالصورة المعروفة والصورة الجميلة والصورة التي ينبغي أن تستغل من خلالها تلك الفرصة، هنا تعود مرة أخرى الذي بالفعل قام بأدوار جميلة في الكرة الماضية، الذي وقع عقدا مبكرا مع ليفربول وانضم للأكاديمية أكاديمية شياطين الحمر حتى بلغ 19 من عمره، ليستطيع بعد ذلك المشاركة مع تلك الكتيبة الحمراء وكادي البرتغالي. بالنسبة لنادي ملقا من إنجازاته ومن تاريخه ومن تألقاته، وهنا كرة في الجهة اليمنى والمحاولة ما زالت قائمة، وبطل كأس برافو في الكرة الماضية تصدع، وما زالت المحاولة هنا لمصلحة هذه الفرقة، نادي ملقا يحاول برافو الحمداوي، برافو الحمداوي بالكرة الماضية، يا سلام على الحمداوي وتصدي جميل ورائع جدا، بعد ذلك شوف 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 الكرة بل هي في القائم وتحول الله على الكاب، ثم على طول من دودو للحمداوي ومن الحمداوي، وبالتالي الآن المحاولة خطيرة تبدو لكنها الذي ترك أرضية الملعب لروكي سانتا كروز. إذن لدينا روكي سانتا كروز روفرز مانشستر سيتي بلاك بيرن روفرز أيضا في 2011 مرة أخرى بيتيس ملقا، وبالتالي هنا بدأت التغييرات للمدرب شوستر أيضا من جانب آخر، المدرب الذي يسعى للتغيير، وبالتالي هنا لدينا اللاعب الذي يشارك في هذه الأثناء